وحبيت لانه بالنهايه يعني احنا موجودين على الارض لنعمل رساله، كل شخص عنده رساله، فمش معقول احطه في صيون لحالي واعيش انا. حب كرمال هيك حبيت شارك الاخرين فيهم. نعم، على كل حال حضرتك بعدك صبيه، نعم، او عم بتشاركينا بافكار عميقه، افكار فلسفيه روحانيه. هل يا ترى بعد 10 سنين يمكن هالامور عم تحكي عنها اليوم تتغير حسب تجاربك، او يمكن تزيدي عليها؟ هل يا ترى عم تفكر دائما ترجعي تشاركي العالم بافكارك؟ يعني عم بتفكر ترجعي بعد يمكن فتره تكتبي يمكن تبيع يعني شيء بيتبع هذا الكتاب؟ غير افكاري اكيد ما بغير انت اكيد اكيد من. اكيد ما بغير ولا شيء من الكتبته، انما اكيد بزيد بس ما بس هيك نوع كتاب وهيك نوع افكار بده مش قبل 3 سنين يعني، حتى لانه بده ياخذ وقته اكيد، حتى ياخذ وقته يمكن ل10 سنين يعني، كل ديكيد واحد بيقول بيجي بيختبر مزبوط لانه يعني ياخذ وقته مزبوط، بعدين بيجي شوي ثاني بارت اذا بدك بيجي يعني اقوى شوي. انا 3 كتب مقرر اكتب، نعم، عن يعني حسيت انا هالشيء لانه يعني الخبره الروحانيه واحد بياخذها يوميا، ويمكن التجارب ما بتعرفي شو بيخبي لك الدهر، ويمكن كل سنه يجي تجارب بعد اقوى تخليك تفكر بغير امور. صح، وعم تقولي انا واثقه فيها، انا بحب الانسان اللي واثق من نفسه وفي حقائق واحد ما في يغيرها اكيد، ولكن ما فيك تعرفي يعني، انا بقول يمكن في امور بعد تصير، ويمكن مش انه تجي ضد اللي حكيتيه، ولكن يمكن تغير حتى نظرتك. انا بقول شوفي كل انسان يلي متعمق بكتب السماويه، نعم، بيعرف المرحله اللي نحن فيها هلا، يعني بيعرف نحن باي مرحله بالحياه. نعم، نحن بمراحل واللي عم بيصير حوالينا بالعالم، الامم عم تقوم على بعضها، يعني والشر اكل الدنيا. صح، والكوارث الطبيعيه حتى كلها نحن يعني نحن بنعرف انه كل الديانات يعني من نوع من انذار انه ايمتى، نعم، بتكون بدايه نهايه العالم، بس مش مثل ما نحن مفكرين انه بنهار واحد بتخلص الدنيا. نعم، وبنزل تحت. فهيدي الوقت اللي الناس لازم ترجع لربها. نعم، هذا الوقت اللي الناس لازم تعيش يعني شوي تترفع، مش يعني بالعكس عن المادة، ضل مادي يعني الفكرة انه تكون تقرب يعني تنسى يعني ان احنا بنقول من عبد ربنا، بنقول لتكن مشيئتك يا رب، ولكن بافعالنا مش بافعال يعني بنقول شيء وعم نفعل شيء ثاني، واذا بنقول لتكن مشيئتك وبصير مش شيء مش على ذوقنا بنزعل، طب ما نحن اذا مسلمين امرنا. صح، يعني في اشياء هذا الاكثر وقت كرمال هيك بعرف الوقت كمان قديش بين كتاب وكتاب، لانه هذا الوقت لازم الناس ترجع لربها، لانه قد ما عم في شر عم ياكل البشر. صح، يعني هو لازم يكون مرجعنا، ما في شك. بتحكي كثير عن الشر، ولكن بتقولي انه فينا اذا بدنا نعيش الجنه على الارض. كيف ممكن من وراء علاقتك وتجربتك مع الله، كيف ممكن اي انسان يوم يحارب الشر تهو يكون اذا فينا نقول مرسل للخير؟ هي تحاربي الشر كثير طبعا، اول شيء في صعوبه لتغيري، لانه طبعا السيستم احيانا الواحد يكون شرير من ما يكون منيح، احيانا واحيانا لانه معودين يعني تعودنا وربينا وشفنا والحوالينا وكذا، اول شيء بتحسي حالك غريبه طبعا، بس تحاربي الشر كثير هينه، بس تعبي يعني بس تحطي. انا بقول اذا واحد بجرب يقلد الله ياخذه كمثال، صح، كمثال اعلى له، ويجرب يعني يفكر يتصرف مثل ما هو علمنا، مثلا اعتبري مش فكر بالله، فكر مثلا من خلال الله انه مثلا بهالموقف كيف ممكن الله يتصرف. كثير يعني هي كثير هينه الشخص يحارب الشر، بصير لسان يعني ما مجرد يقرر ومجرد هو بيتغير تلقائيا ويصلي، بتصور الصلاة بيساعد كثير يعني الحلوة مع الله، مش هو يصلي الصلاة أنا برأيي يعني أنا من يعني ربيت كثير بطريقة كثير الدين عندنا مهم كثير وكذا، بس اكتشفته إنه الصلاة الحقيقية هي إنك تاخذي الله دخيل اسمه كصديق إلك، وما تحبي أي شيء بالدنيا أكثر منه أكيد، وما تخافي. أنا بعتبر أي شيء شر أو شرير أو شيطان أو كل شيء بنحكي سلبي هو بيجي من الخوف،
وبس الانسان يلي بحب ربه مزبوط ومتحد بربه مزبوط ما بيخاف. طب شو رايك بمسيحيه بيكونوا ملتزمين وعم بيعيشوا، ولكن في ناس بتحسون عندهم ثقه بنفسهم قد حالهم، وفي ناس بيخافوا، يمكن ما بيخافوا من قله ثقتهم بالله، ولكن كيف ممكن انت تقولي لهم، شو توجهي لهم انه بركي حق الخوف هو اللي بي وتخاف من الشغله بتصير، يعني ما لازم حتى تفكر فيها. ما انا كنت قايل لهم انه ما لازم حتى تشكي، يعني كيف ممكن بحياته العمليه ما يخاف؟ هلا هو الكتاب مكتوب مش للمسيحيه، صح، اذا بتلاحظي لكل المؤمنين. لكل المؤمنين طريقه انه حتى الانسان ما يخاف، هو بدك قوه، يعني بده يكون عندك ايمان، انت عم بتامني بشيء، هيدا هو قوت، مصدر قوتك. ايه هيدا مصدر قوتك، وانت بدك تكوني مقتنعه انه انت خلقانه على صوره ومثال الخالق، صح. فاذا هالقوه فينا، نحن روحه فينا، اذا هالقوه فينا يعني لازم نستمد منها كتير. لازم نستمد منها، لازم، ما في شيء، ما في قوه بالعالم اقوى منا، فشو اللي بده يخوفنا؟ يعني بتيجي قال لي، يعني قد ما يكون الانسان مؤمن اذا بخاف، يعني عنده محل في ثغره في يعني شيء. ما ممكن تكوني مؤمن الايمان تتفرق ايمان مزبوط، ما لازم يكون عندك خوف، صح. يعني لانه الشك والخوف هودي هو من قلة الإيمان. معك حق، يعني مع التجربة أنا كمان بعرف إنه معك حق. طب ليه سميتي آر؟ هل هو لأنه جزء، يعني آر هو ريتا، صح؟ ليه؟ هل هو لأنه جزء منك، يعني جزء لا يتجزأ هيدا أفكارك إيمانك، أو لأنه بتعتبري إنه الأنا بحياتك مهمة كثير بدون ما تفوتي اكيد ب يمكن النرجسيه او ما خص انا سالت المجله عن ابدا الموضوع. انا ما بشوفها، ما انا موجوده بكتابك، ولكن ليه؟ هل هو لانه جزء لا يتجزا، لانه هو هويتك، كتابك هويتك؟ هو للصراحه الاسم اللي كنت مختارته للكتاب كان اسم الروح، بس لانه بدي عملته 4 لغات بنفس الكتاب، الكفر ما يعني بتحط ما يحمل أربع عناوين ما حبيت الفكرة، يعني ما ركبت معي، وبدي لأنه من الله راد حيترجم لكل اللغات هذا الكتاب. حلو. وعندي ثقة بهالموضوع بقوة الله، يعني طبعا أنا عم بحكي عن الله، فالكتاب إذا هو ما حيروج الكتاب فالولاتر آر موجود اجمالا بكل اللغات، مزبوط. وكمان انه حرف، بس مش لانه ليكي. وسؤال الاخير، ردة فعل الاصدقاء والاقارب؟ انا عرفت باحدى المقالات انه اختك ريما هيك ضحكت وكانت شوي يمكن مستغربه، ليه انت بحياتك العائليه اللي مع اصحابك منك هالقد روحانيه؟ يعني عندك يمكن بتحبي تظهري بس بذات الوقت عندك هالانعزال؟ مش لانه الفكره انه ما بيعرفوا مزبوط كانوا انا كيف فكر، هي مش يعني بيعرفوني بيحسوا انه مختلفه عنهم، بس مش لاي درجه ما بيعرف. يعني امي بس قريته للكتاب اكتشفوك من خلاله، ايه يعني قالت لي انه من وين جايبه هالافكار، فكرمال هيك انه ريما ضحكت ريما لانه انبسطت بالفكره. تحيه لها، ثانك يو. انبسطت بالفكره يعني انه كيف الجرأه، لانه استغرق انه بدها جرأه انه اجي انا قرر اعمله وكذا لغه اكيد وكذا. على كل حال انا بهنيكي من منبر كتاب، كتاب رائع. ميرسي كثير، واكيد الله عم بيشتغل فيك. ثانك يو. وتضلك هيك عم تزودينا بهالكتب الرائعه. انا بدي اشكرك، ثانك يو، بدي اشكر الام تي في، وبدي اقول هابي ايستر للجميع. ان شاء الله تكون كل شخص الايام يكون يعني انه يتجدد كل شيء فينا ان شاء الله. بخير. ميرسي بعد مره. ثانك يو ريبيكا. بونجور. بونجور كارين، كيفك؟ الحمد لله.